كلم حارتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده؟ بس هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقالها عندنا اكتر من شهر، عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق، عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، لو انتوا تنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه ده مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ وانتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ دايوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سول اول لو وافقت. بيس ايه اللي هسال سول؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. طيب يا جماعه بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاض بتاعته اولويز اون فاير. النضاره فيها حاجه ولا ايه؟ هل عامل نضارة ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راس. حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقالنا 3 شهور بناخد منك صح؟ اه اصل بصراحة الحاجة اللي معاه كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان الحاجة بقى بتعمل لكم دماغ وحلوة كده، انا ليه عندكم خدمة صغيرة. خدمة؟ 5 6 تليفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوة كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راس؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا كريم والله. احنا جايين نقضي ديوس مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا والله ما اقصد ابوظ الديوس. ما ضيق يو، انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل ده يا جماعه؟ انت يا جماعه اشتغل ديلر يعني؟ ما هو ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد اللي انت عايزه هعمله لكم من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا، امسحها معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم. طيب خلاص خلاص نبقى. anyway يا راشد you're not important at all. والله حاسس كريم صح يعني. هات النضاره دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقلل شويه بس عشان الخشب ينعم معاه، وشاهل شويه عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلص من النهارده.
الله ينور. ما تيجي تقعد معانا شويه اعرفك على صاحبتي كمان. ومال روان راشد؟ اهلا بيك. وانت منين بقى؟ انا من كل حته. بما ان انك بتبيع يبقى انت اكيد بتشد. لا خالص. معقوله؟ مش بيقولوا طباخ السنه بيدوق؟ انا كيف حاجه تانية خالص. بقول لك ايه؟ لو حبيت اخد منك بضاعه وابيع لاصحابي عشان اعمل فرق ينفع؟ يعني عايز تطلعي كيف ببلاش يعني؟ وماله عادي. حلو جدا. تسهر عندي بقى الليله دي ونتكلم في التفاصيل اكتر. وماله؟ هنعيشك ليله ولا شهريار؟ تمام. وانت بقى كده متجوز ولا ايه؟ لا خالص. بس كنت متجوز واحدة وتفشت مني فتجوزت اختها عرفي اللي هي اصلا متجوزة ابن عمي. صح مش عمي يضحك والنبي. على روي لما كنت بعمل حكاية اجيب الجنيه من البداية. إن هي بتحرقني عشان أنا لسه صبي. النص بتاعي قال لي كده بس قال لي بكرة إيديا هتنشف وأبقى راجل. طب خلاص بقى علو أنت هتعيط ولا إيه؟ أعيط؟ عينيا لو دمعت هخزقهم. بس انا صعبان عليا نفسي. سيبني في حالي. سيبني سيبني يا خلف سيبني. ما ترد. تصحى كده وترد. رد يا اخويا بيزن.